حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم فيه أهم ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم بليغ صلادين وفي عناوين اليوم: الشرطة الإسرائيلية تقدم توصياتها أخيرا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة في قضيتين، بينما تضوج الشبكة في الشارع الإسرائيلي بالحديث حول هذا الموضوع. هاشتاغ F16 انتشر بعد حادثة إسقاط طائرة حربية إسرائيلية في كيبوتس هاردوف إثر صاروخ أطلق من الأراضي السورية، لتتنوع الآراء حول الحادثة بين غاضبين وساخرين. سيشاركنا في الحديث عن هذه المواضيع عبر خدمة سكايب الناشط السياسي عروة سيف. أهلا بك عروة. بعدها سنكمل معا إلى فقرة مختارات الشبكة لنعرض لكم الأوسمة والمنشورات المهمة من الأسبوع الأخير، وننهي حلقتنا بعد أن نعرض لكم الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في وسائل التواصل في الأيام الأخيرة. من هنا إلى حديثنا الأول. بعد فتح التحقيقات معه قبل سنتين، قدمت هذا الأسبوع الشرطة الإسرائيلية توصياتها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اتهمته بالرشوة والاحتيال وحرق الثقة بعد تلقيه هدايا من رجال أعمال في قضية تعرف بملف ألف وقضية أخرى وهي محادثاته مع موني موزس رئيس صحيفة يدعوت أحرونوت المعروفة بملف 2000. أما الشبكة في الشارع الإسرائيلي امتلأت بالمنشورات حول هذا الموضوع، منها الساخرة ومنها الداعمة لنتنياهو. بدوره قام نتنياهو بالرد مباشرة على الموضوع في هذا الخطاب. أود أولا أن أؤكد لكم أن الائتلاف مستقر، لا أحد، لا أنا ولا أي شخص آخر لديه خطط لإجراء انتخابات، وسنواصل العمل معكم لصالح مواطني إسرائيل حتى نهاية الولاية المحددة. إذن يشاركنا في الحديث حول هذا الموضوع عروة سيف الناشط السياسي عبر فيسبوك. عروة، ماذا كانت التعليقات من قبل المواطنين العرب تخصيصا حول هذا الموضوع وتوصيات الشرطة؟ يعطيك العافية بليغ. طبعا كيف ما ذكرت أنت، تم انقسم المجتمع الإسرائيلي ما بين مؤيد وما بين معارض لبيبي نتنياهو. طبعا التأييد كان من قطعان المستوطنين ومن قطعان اليمين اللي إجا وأيد وقال إنه هاي فخ من قبل يائير لبيد على اساس يستولى على الحكم بعديه بيبي نتنياهو، لكن ايضا هنالك من خرج في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من عمل على ايفنت الذي قال اننا سوف نقفز الى النافوره ميدان رابين بعد ترك بيبي الحكم، وهذا برايي راي الاغلبيه في المجتمع الاسرائيلي ان بيبي نتنياهو عليه ترك الحكم بعد توصيات الشرطة التي أصبح من الواضح أن بيبي متهم في الرشوة بمقدار مليون شيكل، وهذا الباين والمخفي أعظم كما يقولون. وبالطبع في تل أبيب وفي عدة مناطق في إسرائيل دائما تحدثوا عن الرشوات، ودائما وهذا ليس بجديد بأن رؤساء الحكومات في إسرائيل كمان يتقاضون الرشوات. فهنالك قضايا أخرى لرؤساء سابقين مثل أولميرت ورزمة آخرين. نعم، يعني أغلبية حتى الرؤساء في إسرائيل، رؤساء الوزراء في إسرائيل، يعني كان هناك يعني حديث حول رشوات أو ملفات وتوصيات من قبل الشرطة. ولكن أيضا المجتمع العربي، يعني تحدثت عن التعليقات في الشارع الإسرائيلي، وأيضا المجتمع العربي قام بالتعليق حول هذا الموضوع. ما كان يعني الإجمال حول نتنياهو في هذه القضية؟ الإجمال الذي كان حول هذه القضية هو أن السيجار والشمبانيا جريمة لا تغفر، أما اغتصاب الشعوب فمسألة فيها وجهة نظر. هذا ما أيضا كتبه رجا زعاتري على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك رأي أن يعني لا يمكن أن لا نغفر للرشوات ولا نغفر للحكام الموجودين في الحكم من هذه الناحية، لكن أيضا لا يمكن أن نغفر لهم في جرائمهم الاحتلالية. وكان هناك تعليقات أن هذه بطبيعة الحال أن أيضا هذه ليست المرة الأولى، ولسنا متفاجئين بأن هنالك حكام الذي تتقاضى الرشوات. وتم نعم. أيضا انقسام بين المواطنين العرب، هنالك من أيد بيبي وهنالك من خرج ضد بيبي كالعادة، لكن الأكثرية والأغلبية تحدثت في نفس أن السيجار والشمبانيا جريمة لا تغفر، أما اغتصاب نعم. الشعوب فمسألة فيها وجهة نظر. نعم، يعني كان هناك أحد الصور الساخرة لبيبي نتنياهو، إحدى الصور التي يعني نراها الآن على الشاشة، بنيامين نتنياهو مكتوب رئيس الوزراء منذ سنة 1000 إلى سنة 4000، وهل يعني
لن ينزل من الحكم، لأن بيبي نتنياهو أيضا صرح أنه حتى لو كان هناك توصيات وحتى لو كان هناك لائحة اتهام هو لن يستقيل من الحكم. ولكن سؤالي لك، نحن نعلم أن نتنياهو ليس مجبرا على النزول من الحكم، ولكن هل تعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي سوف تلعب دورا في الضغط عليه للاستقالة في حال قدمت له لائحة اتهام؟ أنا أرى أن هنالك دائما ضغوطات على بيبي نتنياهو، رأينا ذلك في 2012 عندما ليس فقط خرجت الناس على الشوارع وطالبت في عمليا في إنهاء غلاء المعيشة وإلى آخره، كان هنالك ضغوطات عديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على بيبي نتنياهو، لكن هنالك استراتيجية دائما يتبعها بيبي نتنياهو بأن أذهب وأن أحرض على الجماهير العربية كي أكسب ثقة الجماهير من أول وجديد. وأرى بأن الضغوطات التي سوف تمارس من خلال المواقع التواصل الاجتماعي سوف تأخذ حزم معين، لكن لن تجدي نفعا. والسبب بسيط، بأن بيبي نتنياهو لا يرى أي شخص، واليوم هو يعتبر نفسه أن هذه البلاد هي ملكا له وهو ليس منتخب. ممكن أيضا أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بالموضوع التالي الذي سوف نتحدث عنه، هذا على الأقل ما كان من مواقع التواصل الاجتماعي. ابقى معي للموضوع التالي، موضوع الطائرات وما حدث يوم السبت. بعد أن قامت بإسقاط طائرة استطلاع إيرانية بدون طيار، حاولت الطائرة الإسرائيلية تنفيذ مناورة الهروب والعودة إلى بلادها، إلى أن القوات السورية قامت بإطلاق أكثر من 20 صاروخ تجاه الطيارات الإسرائيلية لتفجر إحداها بجانب مقاتلة F-16، ما أدى إلى سقوطها. الطيار ومساعده استطاعوا النجاة، لكن الجيش الإسرائيلي لم ينجو من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن توجه إلى روسيا طالبا منها عدم تدخل حزب الله. فكتب رأفت أمن جمال: الكيان يطلب من روسيا، بس وحياتكو حزب الله ما يتدخلش، لما تضرب ولد وتخاف من أخوه الكبير يفلخك، معناها أشو بتتزلمن. يعني هذا عروة كان التعليق من رأفت، إخباري رأفت أمني جمال. ماذا كانت هناك تعليقات أخرى أيضا من المجتمع العربي أو العالم العربي بإجمال حول هذا الموضوع؟ كان هناك عدة تعليقات من المجتمع العربي، في أغلبها كانت في نطاق الساخر كما ذكرت أنت بليغ. فكان تعليق رأفت أمني جمال هو التعليق اللي أخذ أكبر صدى، وطبعا يعني في الشارع الإسرائيلي أيضا عروة كان هناك تعليق الذي يعني جميع الصفحات الإسرائيلية أيضا قامت بنشره، وهو لبن كاسبيت، أعتقد أنك أيضا رأيته، الترجمة له هي: تلخيص نهاية الأسبوع، صاروخ روسي ضربه محارب سوري بمساعدة مقاتل إيراني، أوقع طائرة أمريكية والتي كان يقودها طيار إسرائيلي والذي أنقذ على يد طبيب عربي. صحيح، كان تعليق ايضا بهذا التعليق ليس فقط ساخرا، بل هو يحتوي على عده معاني وعلى عده معايير الذي حاول ايصاله لنا. انا بطبيعه الحال علقت على هذا الخبر من ناحيتي، انا كتبت ستاتوس الذي قال: محادثه ما بينه وبين ابي، فبتوجه لابي اقول له زهقت البساط، زهقت المواصلات العامه، بطل ينفع هيك تشحشت. فيرد علي ابي: ايش بدك يعني طياره توصلك على الجامعه ومالها F-16، هي صارت 500 دولار ارخص من التويوتا. فرد علي ابي: بخاف عليك تركبها لانها مش امنه. فعدة تعليقات اجت في هذه السياقات الساخره، انه يعني بما معناه انه F-16 عمليا اللي هي المنتوج العسكري نزل محتواها، كل الانتاجات العسكريه، هناك قتال ما بين الدول، والمستفيد الوحيد من هذه الامور هو فقط الطبقة اللي هي الطبقة الرأسمالية عمليا، الطبقة اللي هي طبقة الأغنياء والطبقة الحاكمة. طبعا شكرا لك على تواجدك معنا، ناشط عبر فيسبوك عروة سيف، حول هذه المواضيع. شكرا. ومن هذه المواضيع ننتقل معا إلى فقرة مختارات الشبكة. فقرة مختارات الشبكة نفتتحها مع الضجة في السعودية حول إقامة حفل غنائي في محافظة مجاردة وانتشار هاشتاغ مجاردة ترفض الحفل الغنائي من قبل الأشخاص المعارضين لإقامة الحفل، بينما رد عليهم مؤيدو إقامة الحفل بهاشتاغ مجاردة تحيي الحفل الغنائي الذي صعد هو الآخر إلى قائمة الأكثر تداولا في السعودية.
فكتبت منال من السعودية في تغريدة على تويتر: فاهمين الانفتاح غلط والتطور في تبرج المرأة واختلاطها بالرجال والمجاهرة بالمعصية، يا العالم اتقوا الله فينا. وأيدها أيدتها نورة من السعودية قائلة ردا على ما يقول اللي ما بو يجلس بيته: حنا نقول اللي بي يحتفل بيته ويسمع ويرقص على كيفه، والاختلاط والمسخرة مرفوضة. بينما من جهة أخرى غرد أبو ملاذ قائلا: محافظة تسابق الزمن في محافظة تسابق الزمن في تطور مستمر، من يعرف عن قرب يعرف أهلها ويعلم أنها خرجت أجيال دكاترة وأساتذة ومشائخ وقضاة خدم الوطن، تستحق المجادرة كل من شاءه إبرازها بصورة جميلة. ووافقه عبد الله الغمادي من السعودية كاتبا: الحين اللي يكتبون نرفض نرفض مين بالضبط يعني؟ مهرجانات ازدحمت بالحضور وحفلات نفذت التذاكر من الحضور، مهرجان الخبر قبل الأسبوع العام وقفت على كورنيش الشبيلي بعيدا عن موقع المهرجان من شدة الزحام، يعني العالم الافتراضي غير الواقع الحقيقي. لنشاهد مقطعا من هذا الحفل المثير للجدل. حاولنا أن نعرف ما هو الحب والدفاع عنه، كل أنواع الحب هكذا كل ما في الأمر. هذا ما رد به فندق في بيروت بعد أن أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شريط مصور بمناسبة عيد الحب الفالنتين يظهر فيه أزواجا مثليون. لنشاهد مقطعا من الشريط المصور ثم نعود إلى التعليقات. شو الحب؟ إف. الحب هو لما ما تعرف نقي بين إكلير وماكارون وإنت أصلاً وعد حالك إنه ما رح تاكل حلو اليوم، هو إنه تعمل إشياء غريبة كتير غريبة تتشوف إذا عن جد الكل بيخاف عليك. بس عن جد بتعرف شو الحب؟ هو لما ما يكون عندك مشكلة قد ما يطول فيك الأسانسير. ولا مرة رح يكون في جواب واحد لتعرف شو الحب. تنوعت التعليقات على الموضوع لكن بأغلبيتها كانت مؤيدة، فكتب شارلي شخطورة من بيروت: الحب الحقيقي غير مشروط، كنت سأضيف 30 ثانية أخرى لدعم أنواع حب أخرى لأولئك الذين لم يعجبهم سيء جدا. وعلق ساري مقدسي الأصل على الشريط المصور: مع عمري زرت لبنان بس كرمال هالإعلان قريبا رح أحجز بالأوتيل وقضي أحلى إجازة ببيروت، برافو من كل قلبي. نبقى في عيد الحب والتعليقات والصور المتهكمة من الموضوع في العالم العربي، قسم منها بسبب تزامن الفالنتين مع مباراة ريال مدريد، نعرض لكم منها في هذا الكليب القصير. ومن قضايا الحب نعود إلى المواضيع الجدية. حادثة التنكيل التي حدثت في مدينة جنين في بداية الأسبوع والتي تم فيها التعرض لمركبة جيش من الجيش الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين، وقامت الشرطة الفلسطينية بمساعدة الجنود. لنشاهد ما حدث أولا ثم نعود إلى التعليقات.
كويسه. شباب 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 بس خليكم شوية لورا. مش أربعة رئيسي. أغلبية التعليقات انهالت منتقدة الشرطة الفلسطينية التي ساعدت الجنود، فكتب صيام علاء أبو السبع من القدس متهكما: شوي شباب شوي شباب، افتحوا طريق ما تخربوا وجهة السياحة في دولة فلسطين المستقلة، رجاء خلي الصهاينة يغيروا رأيهم فينا ونكون حضاريين أمام العالم، وإذا لازم نشلحهم البنطلونات يحلوا ويربحوا على بلادنا، ولكم تسلم الأيادي يا رجال الله، محي أصلكم يا أهل جنين الصمود. وكتبت سيلين محمود من رام الله منتقدة تهدئ الشرطة للجماهير: شو يعني شباب خليكم لورا وفيش داعي تصوروا، أفهم بالضبط لشو في داعي، إذن نعزمهم على الغداء ولا نأخذهم رحلة. ومن هذا الموضوع إلى الفن، والضجة التي حدثت حول المشاركة سورية الأصل منال في برنامج The Voice الفرنسي، فبعد أن قام رواد مواقع التواصل بانتقادها بسبب منشورات سياسية كانت قد كتبتها منذ سنين، تقوم بالانسحاب من البرنامج والتي أعلنت عنها من خلال شريط مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك. Hello, Shalom, Salam, it's Manel and I have an important message for you. مرحبا، هنا منال ولدي رسالة مهمة لكم. أنا مغنية واشتركت في برنامج The Voice الفرنسي مع نوايا في ضم الأشخاص وليس إبعادهم عن بعض، فتح عقول البشر وليس إغلاقها. لدي إيمان بالبشرية وبلطافة البشر، لدي إيمان بمستقبل مليء بالحب والسلام، لدي إيمان بدولة فرنسا، لكن الأيام الأخيرة كانت صعبة جدا بالنسبة لي. الكثير من التوتر حجب نواياي في نشر الحب والسلام، لم أرد أن أؤذي أحد. علق رواد مواقع التواصل منتقدين الموضوع، فمثلا كتبت نسيرة من باريس: رسالة منال التي تنسحب من البرنامج لو لم تكن مسلمة لما بحث أحد في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكانت مثلها مثل أي متسابق آخر، لو كان اسمها جاكلين لكان الجدل أقل، لقد انتصر معادو الإسلام. فبينما كتب سباستيان من فرنسا أيضا: قضية منال تخبرنا عن وجود بلدين وليس فرنسا واحدة، وهما بلدان لا يمكن مصالحتهما، أغلب المراقبين يعرفون ذلك، لكن السياسيون يرفضون رؤية ذلك. ومن هذا الموضوع إلى عالم الأزياء وانتهاء برنامج بروجكت رانوي اللبناني وفوز مصمم الأزياء الفلسطيني ساهر عقل وسط فرحة عارمة في الشارع الفلسطيني. كتبت الإعلامية ليلى القيش: ساهر عقل ابن فلسطين ابن الناصرة ابن مدينة البشارة يفوز ويحصد لقب بروجكت رانوي ميدل إيست بعد مسيرة تميز وتألق، يثبت من جديد أن فلسطين خلاقة وولادة للفن والإبداع. شكرا ساهر عوكل. لنشاهد لحظة الفوز وردود الفعل عليها. رابح بالموسم الثاني من بروجكت رانوي ميدل إيست. من هنا إلى مصر، قامت السلطات المصرية بإيقاف برنامج SNL بالعربية، وهو النسخة العربية لبرنامج Saturday Night Live، والسبب استخدام ألفاظ بذيئة وإيحاءات جنسية، ما جعل الشبكة تطج بمنشورات داعمة وأخرى مؤيدة.
فكتبت مقدمة البرنامج في التلفزيون العربي ليليان داوود على تويتر: في إطار المساعي الحثيثة لتفوق على كوريا الشمالية، مصر تقرر وقف برنامج SNL بالعربية. بينما كتبت فاتن أحمد على فيسبوك: برنامج تافه ووسخ وحوارات جنسية مفضوحة، الشيء الإيجابي الوحيد اللي صار بعهد السيسي. وأيدها مصطفى شعيب على فيسبوك: بالرغم أنها كوميدية بس قمة السفالة والإيحاءات بشكل كوميدي اللي تخليها عادي في المجتمع وطريق بين الناس إنهم يتكلموا في حاجات جنسية، والمفروض مش منع من العرض في عقاب الممثلين ولا دور بشوات مش خالد علي اتعمل له قضية بتهمة خدش الحياة العامة. ننهي هذه الفقرة مع الحادثة في أمريكا، فبعد أن دخل أحد الطلاب المدرسة بحوزته سلاح وقام بقتل 17 طالبا، نترككم مع شريط مصور انتشر عبر فيسبوك من الحادثة. فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا عبر صفحات فيسبوك تويتر ويوتيوب، ننهي عددنا هذا فيها كما هي العادة. نفتتح مع شريط مصور غريب بعض الشيء، فنحن معتادون على أن يقوم الشاب بالتقدم للفتاة، وأحيانا يفعل ذلك بطريقة رومانسية كالركوع على ركبته مثلا، لكن هنا اختلف الوضع. مبروك، لا أعلم ماذا عنكم لكن شخصيا لا أرى أي مشكلة في الموضوع. من هنا ننتقل إلى الشريط المصور التالي، والذي قامت بتصويره فتاة روسية يبدو أنها يائست من الرجال الروس. Как раньше. Настоящий рыцарь имеет красивое тело. А чтобы иметь красивое тело, нужно любить то, что сделает его таким. Все верно. Я говорю о турниках. Но ведь ты скромный, и ты не сможешь продемонстрировать девушке свой обнаженный торс. Значит, ты идем другим путем. Ты должен постоянно крутиться возле турников. Это твоя главная позиция. Тогда девушка поймет, какой ты классный парень с офигенным телом. Угу. Но ведь ты не должен быть зацикленным только на своем теле и своих клевых кубиках. Ты ведь разносторонний молодой человек. И это, твоей даме сердца, даст понять музыка, которую ты будешь кидать ей каждый день ВКонтакте. Я сказала каждый день? Я имела в виду каждый час. Ведь все знают, что если парень регулярно отправляет девушке ВКонтакте аудиозаписи, это говорит о том, что парень... يبدو أن الوضع هناك فعلا صعب. عيد الحب الفالنتاين، والذي يتسابق الرجال والنساء فيه بإحضار الهدايا إلى أحبائهم، لكن أعتقد أن أحدا لن يستطيع التغلب على هدية هذا الرجل. شريط مصور آخر طريف عن عيد الحب ننهي فيه هذه الفقرة. Oh my God.
الله ما انتوا مش يابوني. Thank you a lot. مشكورين. مع هذه الأشرطة المصورة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع على أفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحاتنا في فيسبوك وقناتنا في يوتيوب i24 News Arabic. هناك تستطيعون أن تشاركونا بآرائكم حول المواضيع المطروحة وطبعا طرح مواضيع للحلقات التالية. كان معكم بليغ صلادين. لنا لقاء.